اول عيديه كانت تجيني هي من ابي الله يرحمه وعمامي كلهم، كنا نجتمع اول يوم العيد ببيت جدي، وكانوا هن يعني ابي واخواته عددهم سبعه وكله عنده ولدين وثلاثه اقل شيء، فكنا نوقف بالدور يعني كنا نعمل دور مثلا يبلش عمي الكبير محمد اول شيء بتوزيع العيادي، فنوقف بالدور كلياتنا نروح كل واحد ياخذ عيديته، بعدين عمي هاشم الله يرحمه، بعدين اغلبهم توفوا يعني كنا نوقف بالدور وكل ما يجي دور واحد نروح ناخذ العيديه ونمشي. ابي قديش كان يعطيك بهداك الوقت؟ يعني بهديك الايام انت عم تحكي بسنه الثمانينات يعني انا البلديه كنت اخذها بالثمانينات، بهديك الايام كنت اخذ 1000 ليره. يعني نروح مع رفقاتنا، نروح نحضر سينما، نروح على الالعاب، يعني هذا الحكي كان عمري 13-14 سنه، يعني لسه في مرحله ولدني شوي، يعني نروح على الالعاب، كنا ساكنين بالمزرعه. وبجدي وقت انتقلنا نحن وقت على المزة ضل بجدي بالمزرعة، فكنا نعيد بالمزرعة، فكان في بساحة الجنينة في عيد، وقت صرنا بالمزة كمان بالبنايات الـ 14 كان في عيد، عيد كبير يعني كله ألعاب وقصص. قديمة شوي يعني وقت اللي بلشت اشتغل واعتمد على حالي، وقت اجى العيد يعني يمكن أول عيدية عطيتها لحدا من افراد اسرتي، يعني يا لامي يا لاخي الصغير ابراهيم، بس غالبا لاخي الصغير ابراهيم. اليوم الاول اللي بتجتمع فيه كل العائله، رز وفاصوليه بيض الحمام. هي من وقت ما كنا اولاد صغار كان ستي الله يرحمها بالعيد تطبخ لنا اياها، وما زلنا حتى هي الايام بالعيد بيساووا اكلات جنبها، بس الرئيسيه هي رز وفاصوليه بيض الحمام بغض النظر صيف ولا شتاء. يمي 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 سو يمي. زيارات كلكم نفس الشيء. زيارات يعني هو صلة الرحم واجب علينا، وانا من الناس اللي بروح، يعني مو انه ما بروح، بس خلص انه انت بتحسي انه لازم تروحي، فبيجيك الاحساس هذا تبع انه بس الشغله صارت اجباري. وهلا بعد ما صار عندي عيله يعني وعيلتي الحمد لله رب العالمين، يعني بروح انا ومرتي ومايا وماسا ومروان وعدنان، يعني صرنا عيله بنروح بنعيد العالم والعالم بيجوا يعيدونا. فهي الزيارات إجبارية بالعيد، بس ما كتير بحبها. قديش عيديات الأولاد هلأ بدنا نبشرهم ولا ما عاد في عيديات؟ عيدية بركة ما في رقم بركة. كنا نلعب نشتري السحبة، كان في كرتونة فيها خمس شغلات وفيها أسماء، فكل واحد يشتري، مثلا كنا نشتري هذا الخط ليرة يمكن تسكر أول شيء كان، بعدين غلي صار خمسة أو ليرتين أو ثلاثة يعني المهم، واللي بيطلع فوق يمحو الكلمة، اللي بيطلع الاسم معه هو اللي يربح اللعبة وينقي اللعبة اللي بده إياها. هاي أكثر لعبة مراجيح كذا؟ لا كنا نلعب مراجيح طبعا، بس هي يعني كنا نستناها من العيد للعيد لنشوف شو بنربح، يعني إنه الواحد بيلحق حظه، مغامرة مقامرة بالأحرى. وين؟ ببناية 14. احلى لبسة عيد جاب لي اياها ابي الله يرحمه امي وقتها طقم، كنت اول مره بحياتي بلبس طقم، كان بنطلون ابيض وجاكيت على فضي هيك مقصر عرفتي، وقميص ابيض تحته ببيون. اي سنه متذكر؟ يعني هذا الحكي يمكن كان عمري شيء 13 سنه. بروح اول يوم قلت لك بنقضيه عند اهلي، بيلتموا العيله، بيجي عمي عدنان، بيجي عمي نبيل، بيجي عمتي، بنجتمع كلياتنا، اولاد عمي احيانا بيجوا، بنات عمي بيجوا، بنجتمع هيك بمرق، بيجوا اخوالي باخر السهره، بنجتمع كلياتنا بنضل شي الساعه 12 وحده بالليل. من ثاني يوم خلاص بصفي، اذا عندك ثاني يوم بنجتمع مع بيت حماي القسم الثاني من العيله، بنقضي سوا، سواء كان ببيت احد افراد العدايل الاسهره او بنطلع كلياتنا لمكان واحد بنقعد فيه. الثالث زيارات، يعني هذا اللي ما بنشوفه اول يوم من قرايبيني بنروح بنزوره ثالث يوم. مرتي كل عيد لها هديه ما بترضى. شو الهديه هي السنه؟ يعني كل عيد بجيب لها هيك يعني شغله للذكرى، بتضل معها للذكرى، يعني مو اواعي او مصاري، يعني ممكن يجيب لها سنسال، ممكن خاتم، ممكن هيك شيء.
ناطرة هدية مرتبة هاي السنة؟ يعني هي ما في عندها هدية العيد أهم من هدية عيد زواجنا إذا بدي. حلو. يعني هو العيد بالنسبة إلها يعني فرحة، وتحديدا العيد اللي بعد رمضان يعني صايمة كل الشهر وكذا، باي فبتستنى هاي الهدية. أنت بتعطيها شو رسالتك لإلها بهاي الهدية؟ هلا ما في رسالة معينة، أنا بعطيها مشان بس ما حد ينق علي. بدي له إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك علينا وعليكم، يا رب الأعياد القادمة تكون بسوريا أجمل، تكون سوريا رجعت هي بلد الأمن والأمان والاستقرار والحب، ونرجع مثل ما كنا وأحسن من الأول يا رب.